تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. مستمعين، في هذا البرنامج تتواصل معكم الهيئة لاستقبال آرائكم، ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الإذاعية التي نتمنى يعني من خلالها نصل وإياكم إلى المعلومة الصحية التي تساهم في الوقاية من الأمراض، وأيضا نصل بها وإياكم إلى نمط الحياة الصحي والسعيد. نرحب بفريق عمل البرنامج معنا في إعداد هذه الحلقة، الزميلة نور نزال، وإن شاء الله بتنضم لنا ميرا الغفلي عن قريب، وفي الإخراج معانا عيسى سبيل. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وتشاركني في هذه الحلقة اليوم لأول مرة صح؟ نعم. دكتورة سارة الدلال، صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور. دكتورة، نحن عندنا دراسة ما نقراها بعد شوية، ولكن بما أن زميلتنا واختنا علي الدخان أخصائية التغذية الصحية في هيئة الصحة بدبي موجودة معنا عبر الهاتف، ما ندخل في الفقرة التغذوية. صبحك الله بالخير علي. يا صباح النور، يا صباح الجو الجميل. يا هلا، جو الجميل. يبغي له فيتامين إي صح؟ هي صح. زين، اليوم موضوعنا فيتامين إي ومصادرها الغذائية وأهميته. هي بإذن الله اليوم بتكلم عن الفيتامين إي. فيتامين إي هو يعتبر من الفيتامينات اللي هي ذائبة في الدهون. احنا عندنا نوعين من الفيتامينات، الذائبة بالماء والذائبة بالدهون. المعنى انه يحتاج انه يكون بالماء يذوب عشان الجسم يمتص، والفيتامين إي من الفيتامينات الذائبة بالدهون، فبيحتاج الوجبة او في الاكل نفسه يكون فيه نسبة دهون يساب الجسم يمتص ويستفيد منه. من أهم وظائف فيتامين إي ويعمل كمضاد للأكسدة. طبعاً نحن نعرف مضاد الأكسدة تعتبر من الأشياء جداً مفيدة للجسم، لأنه يحارب المضادات الأكسدة اللي تصير في الخلايا، اللي تسبب تلف للخلايا الجسم والأنسجة الجسم اللي إحنا نتعرض لها ممكن من سوء التغذية، من التدخين، من البيئة، الراديشن، الإشعاعات، هذه كلها تسبب أكسدة في خلايا الجسم. فمضاد الأكسدة يعتبر شيء يشتغل ضد هذا الدمج يعني أو الخلل. نعم. طبعاً فيتامين إي يعتبر خاصة يعني مميز فايدته في للجلد ولصحة العيون وكذلك للمناعة بشكل عام، مناعة الجسم، تحسين مناعة الجسم. أعطينا تفاصيل أكثر عن موضوع فائدة الجلد. حد يقول إنه مفيد للوجه، حد يقول مفيد للشعر. نبغي نأخذ يعني تفاصيل أكثر عن هذه الفوائد. أكيد. فيتامين إي طبعاً هي الأشياء اللي أثبتت بالدراسات كفائدة للجلد، للبشرة يعني، ولصحة العيون والمناعة. ممكن نشوف في مواقع مختلفة أو معلومات يعني هني وهني إنه ممكن زين للسكر أو للقلب أو للسرطانات، كونه مضاد للأكسدة أو للزهايمر حتى، لكن ما في دراسات علمية تثبت 100% إن هذا الشيء له علاقة أو يمنع هاي الأمراض اللي ذكرتها. فهو طبعًا مهم جدًا مضاد للأكسدة، هذا متأكدين منه. وحتى للعيون وللجلد طبعًا، حتى لو بتلاحظ في منتجات التجميلية، البرودكت، الكريمات، حتى اللي يكون في جروح، ممكن من مكونات المراهم هذه يكون فيها فيتامين إي مع الفيتامين إي بعد. فهذه اللي يشتغلون ممكن لالتئام الجروح أو لتحسين صحة الجلد. احتياجنا من الفيتامين إي مو كبير وايد. الاحتياج تقريبا بالملي جرام من 14، من عمر 14 وفوق الاحتياج 15 ملي جرام باليوم. وين نقدر نحصل مصادر الفيتامين إي؟ سهلين جدا. احنا قلنا ضعف الدهون، فمعناته اكثر مصادره الاشياء الطبيعيه اللي فيها دهون، يعني الزيوت النباتيه مثل زيت الزيتون،
في المكسرات بأنواعها. أعلى صنف بيكون بدور زوار الشمس. عندنا في الورقيات بشكل وايد وايد كبير، بس من أعلى النسب في السبانخ وفي البروكلي. عندنا في البيض كذلك نسبة الفيتامين إي جيدة. عندنا جنين القمح اللي هو زيت جنين القمح، الملعقة الواحدة فيها 20 ملي جرام، فهذه بروحها كثيرة لتنا الاحتياج اليومي كامل وزيادة، الذرة فلازم احنا ندخله في والذرة، أنا نحب الذرة. الزراعة. الذرة هي الزيوت خاصة، يعني إيه. الزيوت تكون فيها نسبة الفيتامين إي أكثر. المكسرات الأفوكادو، الأفوكادو نصف حبة الأفوكادو فيها 2 ملي جرام، فإذا احنا نوعنا يعني أخذنا سلطة خضراء، أخذنا فيها مثلا أفوكادو، أخذنا سلمون في نفس اليوم، من السلمون طبيعته من الأسماك الدسمة، فهذه الزيوت بعد اللي في السمك نفسها فيها فيتامين إي. من الفواكه عندنا المانجا، الكيوي بعد من الأشياء اللي فيها نسب جيدة من الفيتامين إي. من الخضار عندنا بعد الفلفل الأحمر، الفلفل البارد الأحمر، فيه نسبة بعد جيدة. الأشياء تتراكم خلال اليوم، تنوعنا في الخضار، دخلنا مكسرات، يعني خلينا روتين وجبة خفيفة فيها مكسرات، ندخل الأفوكادو أو زيت الزيتون في السلطة، فبنضمن بهالشكل نحن أخذنا احتياجنا من الفيتامين إي، وصارت البشرة حلوة وجميلة، والأنتي أوكسيدنت يعني مضادات الأكسدة نكون ضمناها لهذا اليوم. جميل، سبق ذكرتي أن في احتياجات يومية للفيتامين إي، فهل في فئات عمرية معينة غير سن 14 فما فوق اللي ذكرتي قبل تحتاج الفيتامين إي يومياً؟ طبعا السن الاصغر احتياجهم اقل، يعني تقريبا بدل ناخذ من عمر سنه لثلاث سنين حدود 6 ملي جرام في اليوم، من 4 إلى 8 سنين 7، يعني فرق بسيط، من 9 إلى 13 11 ملي جرام، من 14 وفوق ثابت 15، الا في حاله للمراه المرضع هني احتياجها يزيد يكون تقريبا 19 ملي جرام. ليش؟ فالفرق مو وايد كبير، احتياجها للفيتامين اي تحتاجه اكثر، خاصة أن الفيتامين إي مخزن في الدهون، فبعد تحتاجك للطفل ولهاي بشكل خاص، طيب اختي علي، فالاحتياج هذا تميزي. نعم يعني الحين هذه من المصادر الغذائية، لكن نحن يعني نشوف سابلمنت في العيادات وكذا لكل الفيتامينات، يعني حتى في فيتامين إي في بعض الكبسولات لها، هل هذه ممكن أنها تساهم بعد كذلك في تعويض؟ هو شوف أخوي، كل الفيتامينات كلها مجزوة مو بنفس الشيء، نعم. يعني يختلف وتدخلها يعني لصحة الإنسان تختلف، يعني في أشياء ممكن احتياجها ضروري مثل الحديد يصير نقص، الكالسيوم يصير نقص شديد فتحتاج إنك تعوضه بالحبوب، الفيتامين دال كذلك. الفيتامين إي نقصه جدا نادر جدا نادر، فقط النقص يصير في حال إذا شخص عنده أساسا مشكلة في الجهاز الهضمي، فمعناته عنده سوء امتصاص. إذا وجد سوء امتصاص لمرض معين، حتى مرض السيستيك فايبروسيس السلية في الرئة، ممكن هاي لا يكون عرضة أكثر لنقص كل الفيتامينات فمن ضمنها فيتامين إي. فالحالات المرضية هاي الخاصة يكون الطبيب اوريدي عنده علم أنها في سوء امتصاص، ينفحص له كل الفيتامينات وتتعوض بالسبلمنت أو المكملات الغذائية. الشخص الطبيعي ما يصير عنده نقص بشكل يعني أساسي. ممكن نعرف أعراض نقص فيتامين إي؟ الأعراض النقص لما قلنا نادرة فما في أعراض معينة، بس إذا إحنا أخذنا الكبسولات ممكن نحس بأعراض، إذا أخذنا الكبسولات كمية زايدة أو مثل ما قلنا ما فحصنا وخذنا كذي بس وصلنا بدلي وخذنا، هذه بالعكس تسوي آثار سلبية للصحة بشكل أكبر، ممكن من ضمنها تسبب نزيف، أو ممكن يسبب تعب، خمول للجسم، يسبب صداع، يسبب ترجيع. فالزيادة في فيتامين إي ممكن يضر، النقص جدا نادر، فهو سيف ان ناخذه، يعني امن ناخذه من الاكل ونضمن الاحتياج اليومي. جميل، هو دائما الواحد يقول لا ضرر ولا ضرار، الاعتدال في كل شيء مهم جدا. نصيحة أخيرة تبغي توجهين أختي علي قبل ما نختم معك؟ أنصح الجميع أن ما نبالغ في استهلاك المكملات الغذائية، أول بعد نفحص نتأكد من وجود نقص معين نقدر نحن نصححه أو نعوضه بالحبوب مع الأكل المتوازن. إذا إحنا شاكين إنه والله أكلنا مو صحي 100%، نبدأ نركز ندخل الأكلات اللي ذكرتها قبل شوي، مكسرات، نعود نفسنا ناخذها لو مرتين بالأسبوع، السمك مثل السلمون مرة مرتين بالأسبوع، إذا دخلناها كعادة
بنضمن ان الفيتامينات هذه ان شاء الله ما يكون فيها نقص. إن شاء الله تعالى. أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأخت عليا دخان، شاكرين لك هذه المعلومات وهذه الفقرة الجميلة عن فيتامين إي ومصادرها الغذائية وأهميته. شكرا جزيلا لك. يا حياكم الله. مشكورة. نطلع فاصل دكتورة؟ إن شاء الله. نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل نتواصل. صحة وسعادة. رجعنا لكم وبنتكلم الحين عن دراسة تتكلم عن الضحك ومفايدة للصحة، شو رأيك؟ أول شيء خلينا نذكرهم بأرقام التواصل معنا دكتورة، 600551414، والرسائل النصية على 4006. اللي عنده أي استفسار أو أي شيء ممكن يتواصل معنا على الأرقام اللي ذكرناها. دراستنا تقول اضحك الصحة تبقى حلوة، 30 دقيقة باليوم كافية. شو خلنا نشوف إذا هذا الموضوع صحيح أو لا. طول العمر ليس مرتبطا بالجينات كما يعتقد البعض، فالضحك لمدة 30 دقيقة يوميا يساعدك في إطالة العمر. حقيقة علمية أكدتها دراسة جديدة أجراها أطباء من معهد ريزا للطب النفسي الجسدي، مفادها أن الضحك لمدة 30 دقيقة يوميا يمكن أن يحسن من مؤشرات عمل أعضاء الجسم. وفقا للنتائج الدراسة التي أجراها الأطباء، فإن الضحك له تأثير إيجابي وصحي في الجسم، فمثلا يساعد الضحك على المنتظم على تحسين نوعية النوم ويحمي من تأثير الإجهاد وينظم عمل القلب والكبد والرئتين. ويشير الأطباء إلى أن الاهتزازات التي يسببها الضحك تحفز الدورة الدموية وحركة الأعضاء الداخلية مما يحميها من الركود. ويعد الضحك مهما جدا خاصة لأولئك الذين بلغوا 40 من العمر، ففي هذا العمر تتعزز مناعة الجسم وهذا مهم جدا للوقاية من السرطان، الله يبعدنا ويبعدكم. ويضيف الباحثون أنه عند الضحك تنخفض نبضات القلب وتتوسع الشرايين ويزيد إفراز الأجسام المضادة، كما ترافق هذه الزيادة في الناقلات العصبية التي تسمى هرمونات السعادة. إذن يعني الضحك يطيل العمر، هذا باختصار الدراسة اللي تقوله. يعني أنا استغرب في بعض الأحيان في ناس يبتدون حياتهم شيء أول ما ينشمر قاد معصب، ليش زي؟ خاصة يوم الأحد، مع ان لا يوم الاحد مفروض يكون يوم زين يعني، هو مفروض في بس في نص الاسبوع تي دوم مع صحيحين رمضان بعد الله يعين على النفسيات عادي، فحاولوا تضحكون قد ما تقدرون. فالضحك يقول لك 30 دقيقة باليوم كافية ان تطيل عمرك والاعمار بيد رب العالمين، ولكنها تساعد في وتحفز الدورة الدموية وحركة الاعضاء الداخلية وتحركها في الجسم، فهذا الموضوع ركود هذه الأمور يعني ممكن تكون لها بعض الآثار الجانبية السلبية. ما نذهب الآن إذا أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل بمركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل عصام الميخي. صبحك الله بالخير أستاذ عصام. يا صباح الورد. صباح النور. يا هلا. صباح النور. يا أخي أنت من الناس اللي دائما ما شاء الله عليكم مبتسمين تضحكون وتحبون المزح دكتور. الله يخليك، بعد كل هذا الكلام اللي قلته لازم واحد يضحك الحين إجباري. أي يعني إذا ما فيك ضحكة بعد أضحك ها. إنزين دكتور، اليوم نحن نبغي نتكلم عن الخدمات اللي يحويها مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، يا ليت تعطينا نبدأ عن أبرز الخدمات الموجودة وأيضا أحدث التقنيات اللي دخلتوها إلى المركز. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمركز دبي للعلاج الطبيعي، احنا عندنا والحمد لله كل أنواع يعني إعادة التأهيل، برامج إعادة التأهيل اللي ممكن أنه هو يعني أحد يلاقيها كلها تحت سقف واحد. المركز عندنا بنقسم ل يعني mainly ل two parts، قسمين. أول إشي إعادة تأهيل الأطفال، وبعدين إعادة تأهيل اللي هم الأدم البالغين. البالغين. عندنا علاج طبيعي للأطفال وعلاج وظيفي للأطفال، وفي إشي اسمه عندنا إحنا اللي هو sensory integration، العلاج الحسي للأطفال. نعم. طبعا هذا كل أنواع العلاج هذا له يعني حالات معينة، فإحنا من نقسم العلاجات حسب الحالة.
وبعدين عندنا بالنسبة للأطفال برضو في عندنا علاج نطق للأطفال، وفي عندنا علاج نطق للبالغين. علاج طبيعي للبالغين ينقسم إلى قسمين، قسم عصبي وقسم عضلي. وعندنا اللي هو علاج طبيعي اللي هو لإصابات الملاعب. وفي عندنا بالنسبة للأطفال وللبالغين اللي هو العلاج المائي، وعندنا العلاج النفسي، وعندنا خدمة مميزة اللي هي خدمة اللي بسموها الأورثوتيك بروستاتيك اللي هي الأطراف الصناعية والمشدات وهذه الأشياء. هذا طبعا احنا مانيفاكتشرينج، يعني بياخذوا المقاس للطفل او للبالغ ويصنعونها في نفس المكان في ورشة تصنيع. يعني ممتاز، هذه شغلة جميلة جدا. طيب دكتور، يعني الكثير من الخدمات اللي موجودة، انا ابغي اتكلم عن اليوم يعني عن بعض الامور الخاصة بالمشاكل اللي دائما نحن نصادفها وممكن تؤدي بنا للعلاج في مركز دبي للعلاج الطبيعي وعادة التأهيل. نحن برنامجنا للوقاية من هذه الأمور. فأول شيء خلنا نتكلم عن الجلوس الخاطئ في وضعيات خاطئة، سواء في المكتب ولا في البيت أو كذا، ممكن أن تسوي لنا مشاكل. فما هي أبرز المشاكل في هذه المواضيع؟ يعني ما شاء الله عليك، هذا يعني علم، يعني زي ما بقوله مستقل بذاته. نعم. هذا علم اسمه علم الأرغونومي، اللي هو كيف أنت تتكيف مع بيئتك بأنك أنت تتأقلم معها أو أنك أنت تطورها بحيث تتأقلم معك. النتيجة نحن نقلل الإصابات اللي هي على المدى البعيد. كيف دكتور؟ بالضبط. يعني احنا على فكرة في مركز دبي للعلاج الطبيعي الحمد لله عندنا زيارات كثير لمؤسسات حكومية بمختلف القطاعات، توعونهم بهذه المواضيع، ها تكون في توعية. طيب وهم يعني الآن الإشي المفرح انهم هم صاروا يطلبوك، يعني هم يتكلموا، يعني صار في تواصل انه لو سمحتوا تعالوا عنا على ال مثلا المؤسسه الفلانيه. جميل. او الشركه دكتور. الفلانيه دكتور جميل، هذا اللي انت تتفضل به جدا جميل، ولكن نحن نبغي المستمعين يستفيدوا من هذا الموضوع كذلك، لان هني المعلومه بتنتقل لعدد كبير من المستمعين. فخلنا ناخذ يعني ابرز الشغلات اللي تبغي توصلها للمستمع للحفاظ على صحته، وانه ما يتوجه كذلك لبعض الاصابات. تفضل دكتور. نعم بالضبط. الموظف اللي هو اغلب الموظفين، الموظف اللي هو يعني شغله مكتبي، يظل قاعد على الكرسي قدامه كمبيوتر وجنبه تليفون ومستندات، وبيظل قاعد اكبر، يعني هم 7 ساعات أو 8 ساعات شغله مكتبي. يعني انصحه بانه هو يحاول يكيف المكان اللي هو قاعد فيه على حسب على حسب طوله، على حسب وزنه، على حسب آلامه. اشرح لي أكثر دكتور، أنا ما فهمت يعني كيف. مثلاً واحد مثلاً سبحان الله واحد قصير، أوكي؟ أي. بتلاقي إنه هو قاعد على الحفة الأمامية للكرسي علشان إجريه توصل على الأرض، وسايب المسافة اللي بين ظهره ما بين ظهر الكرسي فاضية. هذا البني آدم رح يضل طول الوقت، طول الساعتين أو الثلاثة أو الأربعة، وهو يعني شادد عمره فوق، أوكي؟ على أساس أنه هو يوصل على الأرض، وعلى أساس أنه هو ما رح يقدر يرجع لورا يركز على الكرسي، ورح يضل يشتغل ومركز في الكمبيوتر وفترة طويلة هذه، أوكي؟ هلأ قيس هذا الوضع على 6 شهور أو سنة. هذا البني آدم أكيد بعد حوالي 6 شهور رح يعاني معاناة كبيرة جدا في الأكتاف وفي أسفل الظهر وفي الرقبة. عشان شي إحنا بنحاول إن إحنا نروح نوعي الموظفين، يا جماعة أنت ممكن تحط إشي تحت المكتب اسمه فوت ستيب، على أساس إنه تحب توصل أنت للأرض يكون إجريك مرتاحين تحت. يعني وإنك أنت تجلس وتخلي شيء ما بينك وما بين خلف الكرسي، يعني في شيء اسمه باك سبورت، ممتاز، دعامة ما بينك وما بين الكرسي. حاول انه الكمبيوتر
يكون يعني مباشرة أمامك، ما يكون على زاوية، علشان أنت ما تكون قاعد سيدة مقابل الكاستمر وبعدين تضطر أنك أنت تطالع يسار عشان تطلع السكرين، وبعدين تطالع الكاستمر على اليمين وبعدين على اليسار. لا، خلي الأشياء سهلة ومباشرة علشان أنت ما تعاني في المستقبل. يعني تكيف بيئة المكتب والأدوات اللي حواليك على الجلسة الصحيحة بشكل أنه يعني ما تتعرض لأي إصابات. طيب هذا في المكتب دكتور. الآن أنا أتكلم في الحياة العامة، عندنا الكثير من الممارسات، التليفون دخل أحيانا يكون ممكن يكون سبب لالتهابات في مفاصل اليد وغيرها، وأيضا الكثير من العادات السيئة اللي دخلت علينا ونحن ما نعيها بشكل كبير، وممكن على المدى الطويل مثل ما تفضلت أن تسبب لنا إصابات. فما هي أبرز العادات الخاطئة اللي نحن نسويها بشكل عام ومو منتبهين لها؟ أبرز الحالات بناء على الأشياء العملية، على فكرة أنا ما بحكي عن نظريات، عمليا اللي بيجي عندنا على العيادة في الآن طلع مصطلح اسمه تكست نك. تكست نك هذا مصطلح ما كان موجود ابدا قبل حوالي مثلا 5 سنين. اي مال لاعبين التنس؟ لا 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 لا. تكست نك اوكي، رسائل نصيه. اكزاكتلي، فروم تكستينج، فروم تكستينج. احنا كنا نكتب زمان الرساله النصيه تكتبها حوالي سطرين ثلاثه وبعدين خلصت وباقي الاشياء مكالمات. تكتب مقاله لان المكالمات قلت، صارت التواصل الاجتماعي كثير يا ريال، اطرش لك الحرمة مقاضي البيت مقالة لو تنشرها في 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 الشرق الأوسط. شو اسمه؟ حتى المعايدات بغض النظر عن الأسباب، المهم إنه في تكست نك الآن أنت ماسك. خايف تقول الأسباب دكتور. ونازل راسك تحت، أوكي، ويو آر تكستينج. إذا أنت طلعت على المترو حاول تشوف كم واحد قاعد يطالع الناس اللي حواليه، ولا واحد. كلهم عينهم في التليفون. وعينهم في التليفون، ومش التليفون اللي فوق مقابل الوجه، لا، الراس هو اللي نازل على التليفون. صحيح. بعد 6 شهور راح يختفي الكيرف الطبيعي اللي موجود في الرقبة، وراح يصير في عندك ستريتنينج اللي هو استقامة للعمود الفقري. نعم. وراح يصير في عندك تصلب في العضلات، وراح تسمى، وهاي الحالة الآن أطلق عليها تكست نك. اوكي دكتور، كيف يمكن نتجنبها؟ لا ترسل والله. لو انا اتمنى ان اكون مقابلكم الان عشان اورجيكم كيف ممكن نتجنبها. الايد اللي بتمسك، الايد اللي ما بتمسك فيها الموبايل، أوكي، حاول تحطها اكروس يور تامي، اكروس يور تشاست. اوكي، يعني والايد اللي فيها الموبايل، اوكي، حط الكوع اللي هو الالبو انسايد يور هاند، راح تلاقي الموبايل صار امامك مباشره. يعني ترفع او يكون مدى نظر الموبايل او الجهاز الالكتروني بشكل افقي للعين. اكزاكتلي، مباشره امامك، دعم لمنطقه الصدر او الكتفين. هذه ليش انا بحط ليش بحط ايدي هنا على صدري دكتور؟ لا لا، مش على صدرك. عشان بس اعطيك المقاس بالضبط. انت الايد اليسرى على الكتف، الموبايل بالايد اليمنى. اوكي، حط الايد اليسرى اكروس، يعني اكروس يور تامي هيك، يعني ذاك انك بتحضن نفسك. اوكي، وبعدين افتح الكف وحط الكوع الايد الثانيه في الكف، شوف الموبايل وين بيصير امامك مباشره. أوكي. يعني على مدى افقي للنظر. بالضبط، ممتاز. هاي الشغله الثانيه اللي هي المشكله الثانيه. اي سالفه دكتور منوحي متفيج يسوي هذا كله؟ فأسهل إنه أنت يصير معك تكست نك وتيجينا تعالج. هي عقب تعرف هذا المشكلة. طيب، الشغلة الثانية اللي هي السواقة، اللي هي درايفنج، قيادة السيارة. نادرا لما تلاقي واحد ماسك الستيرينج with two hands. لازم واحدة. لا، ويرفع ريله فوق بعد عند الجامعة. شو تسوي بعد؟ ما وصلنا لهي المرحلة. لازم واحدة. غلط. والإيد الثانية يا إما على الشباك إذا كانت برا، يا إما على السناد اللي هو على اليمين. صحيح. فبتلاقي الواحد وهو بيسوق أصلاً هو أعوج، يعني هو قاعد مش قاعد أعوج. سواء كان على اليسار أو على اليمين. نعم.
قيس على هذا الكلام، أوكي أنا ما بحكي لك على مدى يوم أو بكرة، 6 أشهر سنة وهو جالس في نفس الجلسة، يعني أكيد أكيد. وبعدين ما شاء الله في ناس مثلا يعني بضرب خطوط يعني ساعة وساعة ونص سواقة في اليوم. طيب فهذا هذا مشكلة، هذا مصيبة عن جد. انزين يعني هذا هذا رح يعمل لنفسه هذا اللي هو اللي بنحكي عليه إحنا، اللي هي الإصابات اليومية، اللي هي هذه الديلي ليفنج أكتيفيتي. هذا لسه طيب. ما دخلنا احنا في اشياء دكتور الموضوع صحيح. الموضوع في نواحي كبيره وفي اشياء نعم. كثيره. انا اتمنى نستضيفك عندنا داخل الاستوديو نعطي يعني اكبر قدر من المعلومات، لان الوقت للاسف دكتور يعني طفناه على الفاصل. فنحن ان شاء الله بتكون لنا لقاءات قادمه منحضر لهذا الموضوع بشكل معمق اكثر وتفصيلي. أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل عصام الميخي من مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، نحن شاكرين لك دكتور واتمنى لكم التوفيق. شكرا جزيلا، حياك الله. حياكم الله. شكرا. نطلع فاصل ناخذ الفاصل وناخذ المكالمة بعد أستاذة ميرا. أوكي على طول ما نطلع فاصل دكتورة إن شاء الله وبعدها ما نتواصل. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامج صحة وسعادة، وحبينا نذكركم بأرقام التواصل 600-551-4414 والرسائل النصية على 4006. إذن 600-551-414 للتواصل معنا. وعندنا مداخلة من أخونا سالم. سالم صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير ونور الصورة سيد محمود. يا أهلا وسهلا، تفضل يا سيدي. الله يسعدك، أنت اللي سيدنا والله. الله يحفظك. الله يبارك لك. عندي كم الملاحظة على هيئة الصحة، لأن في بعض الناس بتلوم على هيئة الصحة وفي ناس بتلوم على هيئة الصيدلة، فإحنا فعندنا يعني حالة من الربك. تفضل يا سيدي. إن شاء الله ما في يعني شيء. يعني مثلا إحنا عندنا حالة في العيلة بتطلب دايما، عندها حساسية فبتطلب دايما الإيبي بن. الإيبي بن ده لما نيجي إحنا نجيبه لها فيا الله يا لطيف لما نحصله يعني. أوكي. تفضل تعمل اتصالات وتقلب الدنيا عشان تجيبه وبالعافية. فذي أنا ما بديش أقول أسماء، يقول لك لا هي مخصص بس للمواطنين. أنا بديش أقول أسماء. يعني أحد هو الدكاترة، فلما تيجي تروح الصيدلية يقول لك لا الدكتور هو مش طلبه. لما تروح تقول للدكتور فين أنت ما طلبتوش ليه؟ كيف يعني مخصص للمواطنين؟ ما فهمت يعني. يعني مثلا لما تروح الصيدلية يقول لك لا أنا عندي كمية محددة هي بس للمواطنين مش للوافدين. طيب أنا عامل إيه؟ يعني هذا الرد انا هذا كلام غير مقبول. اول مره اسمعه انا في دبي، اول مره اسمعه. لا هذا كلام غير مقبول. يعني انا شوف والله انا بقول لك شيء سالم. انت صادق انت صادق. انا ما اقول لك، انا اقول لك كلام غير مقبول اذا كان بالفعل هذا اللي صاير. انا ابغي التفاصيل، اسماء والتايم والاشخاص والاماكن اللي قالوا لك هذا الكلام تحت الهواء. يا ليت ميرا تاخذين عنا كل التفاصيل هذه، لان العلاج للمواطن وغير المواطن والمقيم والسائح من ما كان يتعالج في دولة الإمارات. ولا ممكن أسمع ولا إيه؟ مرة أسمع فيه، وما أعتقد أن حاسس الدولة حيسمع بالكلام اللي أنت بتقوله في الصدرية. ممتاز. أنا أبغي كل التفاصيل هذه سالم. يعني بعد حل من الزمن حصلته، يعني أنا بحتاجه دايما كل فترة فبحصله. مو مشكلة. حصلته من فضل الله. سؤال مداخلتك واضحة. يعني السؤال الثاني، إحنا عندنا حالة في مستشفى راشد في الآي سي يو. مطلوب لها علاج اسمه المودي باين. الدواء ده الحالة دخلت يوم الأربعاء المستشفى، في الدكتور في جراح ألماني هناك قال احنا بدنا لها المودي باين ده مش موجود في الدولة. في دكتور تاني اسمه عمر قال أنا بدي هذا، فأنا قلت له يعني هنجيبه لك منين؟ هو قال مش موجود في الدولة. فقلت له أنت مش عندك ألترناتيف عليه تاني؟ قال لي لا مش موجود. فقلت له طب لسه عندك ما طلبتوش من قبل، انت جاي يوم السبت بتطلب من الدواء ده والحالة عندك من يوم الاربع الماضي، اجيبه لك منين؟ اوكي خلاص. ثانيا لازم يكون عندك انت بديل، فبعت احد السواقين يفترض فبعت احد قال لك هو هناك، هو في ابو ظبي، اطلع هناك على ابو ظبي يا عم في كليفلاند
هات الدواء. فبتاعك ممتاز. كليفلاند هناك طيب. قال لك عندنا بس ما اقدرش اطلعه لما يكون هو المريض في مستشفى كليفلاند هو نفسه. سالم انا بقول لك شغله، انا عندي الحين مداخله ثانيه وعندي وكلكم سوالم اليوم ما شاء الله، عندي سالم ثاني بعد يتريع على الخط. انا مداخلتك واضحه بالنسبه لي، باخذ التفاصيل كلها تحت الهواء من ميرا، وان شاء الله ما يصير خاطر كله. طيب ناخذ في شيء ثالث بعد تبغي تضيفه سالم قبل لا نختم معاك؟ الواحد بس ان انت يعني شكر وتقدير لكل تامر يا سيدي، يعني ما شاء الله شكر يعني لك انت انك انت وصلت لنا هذه الملاحظه، شكرا جزيلا. شكرا. طيب ناخذ سالم، وبعدين عندنا في الاستوديو الاستاذ سالم باللاحج بعد كذلك في بعض المواضيع اللي ما نتكلم فيها. تفضل يا سالم. مرحبا الساعه، كيف الحال؟ مرحبا الساعه، اليوم ما شاء الله كلهم سوالم عندنا في البرنامج. يلا الحمد لله، هذا حظكم طيب. اي حظنا طيب اكيد. تفضل يا سيدي. وانتم سالمين ان شاء الله. الله يحفظك. صحه والعافيه. تفضل يا سيدي. واللي عمرك فيه عندنا، عندي موضوع. احنا ما شاء الله يعني دبي دائما عندكم الصحه والسعاده، البرنامج هاي يطلع الساعه 10. وانا دائما اتابع مواضيعكم ما شاء الله، يعني في دبي مراكز متميزه مثل الجليله وغير وغير، مراكز كثيره يعني صراحه. الحين احنا طول عمرك في المناطق الشماليه، انا واحد مني جواز عجمان، بغينا نتعالج هناك ما تقدر تتعالج الا كان تكون يا انك تداوم في دبي او عندك جواز دبي. الحين ما لو نصير هناك ماشي زين، احنا نبي مكتب تامين صحي، ما نحصل تامين يسوي لنا تامين صحي. نعم نعم. حد يصارخ عندك سالم؟ هذه عندي يصارخ رجال في هنا مثلا. سلم عليه، سلم عليه. انزين شوف بخبرك سالم، مراكز الهيئه، مستشفيات الهيئه، يعني العلاج لكل المواطنين سواء كانوا من إمارة دبي أو من الإمارات الشمالية مفتوح، ولكن هي المسألة يعني إذا كانت هي تنظيمية أكثر مما هي ممنوع أنك أنت تتعالج أو شيء. لا هذا الكلام يعني أنا أقول لك وين ما تبغى يصير أفتح ممنوع، بس أنت يقولون في تأمين صحي، ما عندك تأمين تدفع بفلوس عادي، فلوس ما تقدر تدفع فيه مبالغ كبيرة يعني. مواطن ما يأخذون عننا اللي أنا عارفة. مواطنين الدولة لا مواطن. إيه. مثل مستشفى مدكير الجليلة. لا هذا القطاع الخاص، أنا أتكلم كنت أتكلم عن مستشفيات الهيئة. أوكي. لا أنا القطاع الخاص. القطاع الخاص هي لازم يكون فيه تأمين سالم. لتأمين بس طول لي عمرك نبى نأمن، وين نأمن؟ أنت موظف ولا؟ أنا داوم العين وجوازي عجمان. زين ما عندك تأمين من الدوام؟ ما بعطينك تأمين؟ ما عندنا تأمين طال عمرك الثقة هذه ما تغطي دبي. تغطي أنا اللي عرفه فيها ما كان. أنت شو أرجع 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 للقائمة الموجودة عندك زين، في بطاقات التأمين يعطونك معاها قائمة بالمستشفيات والعيادات في كل إمارات الدولة، حتى في بعض شركات التأمين يعطونك خارج الدولة وين السير بعد كذلك، فشوف القائمة هذه. ما في أنا تتواصل معاها في ثقة وفي ضمان، هذاك ضمان بعد تدفع عليه فلوس نفس الشيء. زي. يعني ما لازم تدفع مبلغ كبير يعني. والله هني والعائلة يعني ودي أساعدك يا سالم، بس هذا موضوع مو بيدي لأن هذه قوانين وأنظمة يعني تشريعية، ودي أساعدك فيها ما أدري، بس أنت يعني متى ما تقرر تعال مستشفياتنا الحين مفتوحة لك إن شاء الله، العلاج موجود. بس إذا ما عندك تأمين ادفع من مخبر. مستشفياتنا نحن في هيئة الصحة مفتوحة لك. الله يجزاكم الله خير. الله بالعيادات الخاصه بعد ما شاء الله متميزين يعني. الله يسلمك ان شاء الله ان شاء الله. نحن نتمنى يفتحوا لنا مكتب تامين صحي نامن عنده، ما عندنا مشكله. تمام. انت تدور ما تحصل. رسالتك على الهواء موجوده حين سالم، لان الموضوع خارج نطاق صلاحياتنا نحن في هيئه الصحه بدبي، ودي يعني اساعدك فيها، ولكن انا اللي اقدر اقول لك اياه عياداتنا ومراكزنا ومستشفياتنا في هيئه الصحه اللي تابعه لهيئه الصحه مفتوحه لكم. الله يطول عمرك. الله يسلمك. مشكور مشكور يا سالم. طيب سامحنا استاذ سالم باللاحج طولنا عليك، لكن انت تعرف يشر لي يقول لي بروح، وين بتروح انت؟ تنورنا في البرنامج استاذ سالم باللاحج مدير صندوق الصحه في هيئه الصحه في دبي. اليوم عندنا مبادرات كثيره، نحن في عام التسامح وقبلها في عام زايد والكثير من المبادرات وعام الخير وغيرها من المبادرات، كنتوا أنتم مميزين من خلال العديد من البرامج والمبادرات. الآن في مبادرة اسمها إنقاذ حياة، هذه المبادرة نبغي تفاصيلها، نبغي نعرف الناس شو هي هذه المبادرة إنقاذ حياة، وياليت تخبرنا بعد كذلك يعني أنتم منو تستهدفون من خلال هذه المبادرة. جزاك الله خير أخوي محمد.
طبعا تعرف هيئة الصحة دائما لها مبادرات في العمل الإنساني ومساعدة المرضى المعسرين يعني، ونحن دائما نصمم برامج يعني أو مبادرات تخدم الفئات المعسرة يعني. أنا وأظني شكل ما قال أخوي محمود اليوم شعار منظمة الصحة العالمي السنة اليوم الصحة العالمي صحة للجميع، الصحة للجميع نعم. فمن منطلق هذا نحن يعني من خلال من العام بداية العام كنا مخطط لإطلاق مبادرة يعني اللي هو مرضى الكلى نعم. فإنقاذ حياة لمرضى الكلى، طبعا غسيل الكلى تعرفه مكلف، التجهيز لمريض غسيل الكلى مكلف، فبالتعاون ويا الأخوان في قسم الكلى في مستشفى دبي حطينا مبادرة أو فكرة أو برنامج أو يعني باقة علاجية معينة أنك تجهز مريض كلى يكون جاهز ليبدأ برنامج العلاجي يعني في المرحلة اللي عقبها. فصممنا برنامجين اللي هو برنامج الغسيل الدموي وبرنامج الغسيل البروتونيون بشكل ما يقولون. البرامج هاي طبعا أنت تجهز مريض كامل يعني من إذا دخل لك عن طريق الطوارئ أو عن يحتاج أن يكون مجهز لغسيل الكلى، البرنامج يتكفل طبعا كل حالة معسرة، البرنامج يتكفل بتجهيز المريض بتركيب له القسطرة أو القسطرة الدائمة طبعا لتركيب جهاز الغسيل الكلى، إلى جانب غسيل لمدة 5 أيام، تحاليل الأساسية اللي هي الأمراض الكبد والإيدز وهذه على أساس أن يكون المريض فت أو جاهز لمثل هاي البرامج. نحن شفنا هاي البرامج مكلفة يعني توصل لين 15,000 أو أكثر لتجهيز مريض مثل هذا. تعرف طاقة الاستيعابية في هيئة الصحة لمرضى الكلى تقريبا يعني مكتفية، بس أنك أنت تعد مريض أن يكون جاهز حتى لو يروح قطاع خاص يتعالج ممكن يعني يكون الهيئة تكون جاهزته لهذا البرنامج يعني. نعم دكتورة، تدرين نحن إن شاء الله في هذا الصدد أيضا عندنا العديد من المبادرات القادمة إن شاء الله ما نعلن عنها في القريب العاجل، وأيضا في مباني متخصصة بتكون لي مثل هذه الأمراض. فممكن نحن نتكلم أكثر عن الباقات المتوفرة حاليا لمرضى غسيل الكلى؟ هي طبعا نحن اللي صممناه البرنامج اللي صممناه اللي هو الغسيل بنوعين اللي هو البروتونيون عن طريق المعدة ظني، وغسيل الدموي اللي هو عن طريق يكون في قسطرة دائمة للمريض. البرنامج يعني يغطي تكلفة القسطرة للتركيب الجهاز مع التحاليل مع وجود المريض 3 أيام أو 5 أيام حسب هذا، وبرنامج غسيل لمدة 5 أيام تطمن أن المريض الغسيل أو الجهاز يعني يشتغل صح والقسطرة تكون صح، التحاليل كلها صح، يصير أي مركز خاص أو يعني حسب التأمين ماله وهذا، ويقدر يباشر الغسيل كامل. الغسيل الثاني اللي هو عن طريق البروتونيوم طبعا بعد أنك أنت تجهز المريض هذا بنفس الطريقة، تركب له القسطرة الدائمة و يعني الإجراءات اللي هي تكلمنا عنها اللي هي التحاليل يعني الإقامة في المستشفى لمدة معينة مع تطمن على أن المريض يعني خلاص ما يحتاج أن تودي ICU ولا هذا، ويكون المريض بدأ برنامجه العلاجي إن شاء الله يعني. جميل جدا. شو هي الفئات المستهدفة لهذا البرنامج أو لهذه المبادرة الجميلة؟ جميع مرضى الكلى شكل ما يقول بس المعسرين طبعا. الشروط لدخول هذا البرنامج شو المفروض؟ في شروط معينة؟ طبعا نحن نشترط أن يكون مقيم دبي طبعا يعني يحمل الإقامة الرسمية، مع طبعا التحقق من وجود أنه هو معسر أو أنه ما يقدر يقوم بالعملية هذه. تعرف أنت إذا ترتب أن غسيل الكلى إذا ما قدر يغسل أو أنا متحول بيترتب عليه يعني أمور ثانية أو أمراض ثانية، فنتأكد من هاي كل الأمور وعقب يدخل البرنامج عادي. طبعا الباكج هذا متوفر من خلال أخصائية الاجتماعية اللي هي أخصائية الاجتماعية في الكلى ومع الدكتورة اللي هي المختصة في مرضى الكلى، ويتحول على المكتب على طول يعني. جميل. أستاذ سالم يعني هذه مبادرة رائعة جميلة. نحن نتكلم عن صندوق الصحة في الكثير من المبادرات، يعني
على عجالة إذا تبغي تطرح بعض المبادرات على السريع ونذكر فيها بأهم المبادرات اللي أنتم مسوينها أصلا لعام التسامح. هي. طبعا هاي المبادرات كلها قائمة على مساهمة الجمهور أو مساهمة المؤسسات الخيرية أو المتبرعين بشكل عام. نعم. يعني كدعم للمرضى المعسرين. اللهم نحن نكون وصلة بين المتبرع وبين المرضى هذه. جميل. فبعد تضمن استدامة المشاريع هذه يعني أنت دائما تبحث أن حد يعني يكون الدعم هذا متوفر دائما يعني ممتاز. عن طريق الجمعيات وعن طريق المؤسسات. الحمد لله نتائج السنوات الماضية في كل مبادرة التغطية جيدة يعني الحمد لله أن احنا في مبادرة أنقذ قلبا بالنسبة لمرضى الذبحة الصدرية وصلنا أكثر من 4 مليون درهم تقريبا تكلفة البرنامج اللي جميل. تغطى خلال السنوات يعني تكلفة البرنامج يمكن تغطي 30,000 درهم من تكلفة المريض الذبحة الصدرية يدخل المستشفى تعمل له قسطرة تتأكد إذا في أي بلوكج يعني ستاند يحتاج له ولا هذا برنامج علاجي لمدة 6 أشهر كأدوية إلى جانب أنه تأهيل القلب أو برنامج تأهيل القلب ومراجعة الدكتور مرة أو مرتين يكون جميل. المريض اكتملها. فهي من المبادرات اللي نحن يعني الحمد لله توفقنا فيها يعني الحمد لله. جميل. أنا بأخذ هذه المداخلة أستاذ سالم وإن شاء الله نرجع نكمل إذا في كلمة أخيرة تبغي توجهها. تفضل من معانا؟ أبو عبد الله. يا مرحبا أبو عبد الله، سامحني ما خبروني لسه. لا تفضل بالحل يا أخوي بالحل، إيش حالكم؟ الله يسلمك، تفضل يا سيدي. ومبروك عليكم الرحمة يا جماعة أجمعين إن شاء الله، هذه أمطار الخير والسنة هاي ما شاء الله سنة خير ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله. جزاك الله خير يا أخوي محمود، بس بغيت أشكر هيئة الصحة وأشكر حتى مستشفى البراحة والجماعة اللي قايمين عليه. أنا البارحة جاي على الطواري وناسين أن الولد مو مجددين له البطاقة ماله وهذا، بس هم جزاهم الله خير. دكتورة موجودة كانت دكتورة آلاء جزاها الله خير، قالت لها صراحة ما نعرف وهذا، لكن مشونا. لكن الجماعة اللي كانوا على السيستم قالوا ما نقدر، لكن الدكتورة جزاها الله خير ما قصرت وهذا ودخلت الولد وأجروا للعلاج وهذا. جميل. الحمد لله. ترى كل ما يشكر الناس ما يشكر الله سبحانه وتعالى، لكن الحمد لله على كل حال ما قصروا الجماعة، وهذا شكر لدارة سيستم هيئة الصحة. نحن نبغي نوجه الشكر الأكبر أبو عبد الله لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، لأن مستشفى البراحة هو تابع للوزارة، وهذه نعم الرسالة نعم تسعدنا جدا أن الله يسلمكم. الله يسلمك. الله يسلمك. يعني مثل هذه الأمور وايد تسعدنا. شكرا لك يا أبو عبد الله. شكرا. جزاكم الله خير. شكرا. إذن بالفعل هي منظومة صحية متكاملة، يعني ما بين وزارة الصحة وهيئة الصحة بدبي وأبو ظبي والشارقة، يعني القطاع الصحي من القطاعات المهمة في عملية التنمية والمحافظة على الإرث الحقيقي لهذا الوطن وهو الإنسان. فعندما نستثمر في صحة الإنسان فإننا نستثمر في جميع القطاعات. أستاذ سالم أنا شاكر لكم الجهود اللي أنتم تسوونها في صندوق الصحة. بترك لك كلمة أخيرة تبغي تقولها قبل ما نختم معك. هو طبعا نحن دائما نوجه الشكر لكل المساهمين أو كل المتبرعين اللي يدعمون برامجنا هذه، واللي يبغي يتبرع ممكن يتواصل ويانا يعني في أي وقت ونوجهه بالطريقة الصحيحة. في أرقام معينة ممكن يتصلون عليها؟ ممكن على 219 اللي هو 04 طبعا 219-74-06 اللي هو مكتبي أنا مباشرة. ممتاز. وإن شاء الله يعني أي استفسار أو أي نحن حاضرين. أستاذ سالم اللاحج مدير صندوق الصحة في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك تواجدك معنا. كان ودنا نقضي وياك وقت أكثر، لكن تعرف مكالمات الجمهور نحن يعني لها الأولوية دائما في كل شيء، وأنت تساندنا في هذا الموضوع أكيد. شكرا جزيلا. دكتورة أيضا أنا ضم صوتي لصوت أستاذ سالم. سالم عندهم ما شاء الله مكاتبهم من غير بيبان، أنا نسميهم المكاتب المفتوحة دائما، الواحد يدخل على طول من غير ما يدق الباب، دش ويلس في المكتب وقدم حاجته. وهذا اللي نحن نقوله دائما أنه يجب التواصل مع الجمهور بهذا الشكل. نحن شاكرين لك دكتورة مساهمتك معنا في هذه الحلقة. إن شاء الله ما نشوفك في حلقات قادمة بعد ويانا.
تكونين ضيفة مستمرة معنا في البرنامج إن شاء الله. شكرا. شكرا دكتورة سارة الدلال. شكرا ميرا الغفلي كانت معنا في التنسيق. كل الشكر لمخرجنا عيسى سبيل. أيضا شكر موصول لمعدة حلقة اليوم نور نزال. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، ونلقاكم إن شاء الله في الغد. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.